جنرال. طب ابعتها بعد الحصول. أخطر بكتيريا هي البصيلة الأنثى، أخطر ميكروب فيروس اسمه الإيبولا. في عندنا بعض بصيلة بتطلع بصيلة صغيرة، بصيلة بتطلع بصيلة صغيرة بتعمل بعض الأمراض في الناس اللي عندها رأس مناعة. وعندنا بعض بصيلة سابروفايد، سابروفايد دي حوالي نفس الفيروس دي ما تعملش أي مرض. طيب بعد نفس الحاجة هو ليه الثلاثة تبع البطيلة بتنور نفس الشكل نور نفس الشكل نفس الكالشر فتحط في عيلة واحدة عيلة تبع البطيلة. أول نقطة عندنا البطيلة الأنثى. البطيلة الأنثى ده عبارة عن جرام بوست البطيلات، ده عبارة عن كوب جرام بوست البطيلات. لو أنت رسمته بالمنظر ده في امتحان تخصصك يقول لك البطيلاري لأن ساعتها ريكتانجل المنظر ده اهو الان ريكتانجل المنظر ده يبقى هذه البطيلاري ان ريكتانجل يبقى عباره عن جرام بوست البطيلاري. يقول لك ميكروب البطيلا الخضراء ده عباره عن ميكروب ارينجد ان لونج تشين المنظر ده اهو يعني البطيلاري ارينجد في لونج تشين البطيلاري تحت الميكروسكوب ارينجد ان لونج تشين. طبعا توقع الانتر خمسه كتير ما عندوش عنده يعني لو ما عندوش هو مين اللي عنده ان شاء الله ده عباره عن ميكروب عنده كبسول. الكبسول بتاع الميكروب ده بيعجبني حاجه حلوه قوي. هذا الكبسول اللي حاصل هذا الميكروب بيتصور بصفه اسمها البولي كروم بصيرين بلون الصبغه اللي بتكون في بلون ازرق لا هذه الصبغه اللي بلون بين احمر لون الاهلاويه العمر بلون. وهذا الميكروب عنده كبسول في الهوبا ازرق يبقى احمر والعالم اللي خد باله من الحركه دي اسمه راك فيلم راك فيلم ده في العالم. يبقى ده بقى الكروب ده عباره عن جرام بوست باسلار. هذا الكروب عباره عن جرام بوست باسلار ريج في لونج تشين وهو ريكتانجلر. انا عندي بقى حاجتين صغيره قوي تجمع النصوصه في البكتيريا ما ينفعش تتقال وخلاص كلها قوي اصل هي تقول لك ايه الطمبه اللي مش عليها في حرف واحد ممكن تحفظ كل حاجه في تعليق نخصص فيه الأول كلها. النقطة اللي وراها النقطة هذا ميكروب أرينج بلوكي تشين الكبسول بتاعه بالمسارين بلون بالألون وبين هذا ميكروب نامو طيب دي نقطة مهمة أوي نقطة مهمة جدا إن هو نامو طيب يعني كل الناس الكويسة اللي عايزة تسجل الميكروب ده وتنشره في الهواء من ثلاث تصويرة هو نامو طيب ما ينفعش تلاقي في الهواء أكتر من متر قدام أو متر ورا
هو لاين موبايل الحرس حتى. هذا الكروم سبورين والسبور بتاعه كاركترستي بحاجة اللون. يبقى إذا هذا الكروم عنده قدرة لو اترمى في الصحراء يتحوصل يفضل عايش في الصحراء ليه كده. لأن بيكون في إيران يجي يتحوصل يعمل إيه؟ الكروم يفضل في مكانه. وبعد كده يبقى يحاط بجدار قوي. يحاط بجدار قوي جدا اسمه السبور وول. ودايما يسألك هذا الكروم هيجي يتحوصل. شكله إيه؟ المنطقة المحاصرة سنترال وأوبن. هنا في نقطة مهمة، المنطقة المحاصرة دي عمرها بقيت تاكل جوا جراوند ستيج. يا صلة خاصة بيها. أي جزء محاصر في البكتيريا عمره ما يتصبر. أوريكم صور يا جماعة المنطقة إن شاء الله المرة الجاية. تلاقي الجزء المحاصر ده عمره ما يتصبر جراوند ستيج. تلاقي في حتة كده فاضية جزء ستيج. يبقى يا جماعه لو انا في جزء الاسبوع ده هيتصبغ الاجابه لا، اللي اقول اي صبغ جرام صفر. البطاطا مش عارف تقدر تحصل في الصحراء دي السبب. يقدر يحوط الكروموسوم بتاعه في جدار قوي ويفضل عايش في الصحراء دي السبب. يبقى مش فارق يتحوط. هذا الميكروب يا جماعه روبوت او كوبرتيتس. انتوا عارفين ايه روبوت او كوبرتيتس؟ في انواع منه ايروبيك وانواع كوبرتيتس. ليه انت احتاج تطلع من السوق عادي بيكس عادي تبرستر عادي قابل حاصلة في وضع المكتبي. لما يكون ده بيقلوا على الأوزيلر الانجل تخيل يكون حاطط ده واحد بس على 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 واحد بس. هذا الميكروب بيعمل عفن بالمصدر ده. عفن بالمصدر ده. مصدر العفن على الطبق ده بص. هذا طبعا. وده مصدر العفن على الطبق. ده عبارة عن مصدر العفن على الطبق. العلماء اللي هم بيت شوارع بيقى المصدر ده شبه إذا ده وقت الأرض متكسر. الجراوند ده بس كبيرة. إذا ده وقت على الجراوند على الأرض متكسر. وقت وشرشرة. احنا عندنا في الاسم الحميس عطيب ليه خاص. احنا اكثر مكان منهم. نحب نسمع على شكل الكل ديت. شكل العسل ده عامل زي المنظر ده. نحب نسمع كلمة ده ميدوزا هيد. شو معنا؟ ميدوزا هيد. العسل هنا شبه راس ميدوزا. وعلى جين ميدوزا ليه؟ دي تحرى. كان شعرها منفوش. هي الوحيدة الصباحة. ما عندنا كيف شعرها منفوش. الحمد لله الله. الميدوزا ديت دي عبارة عن واحدة رصة بالمنظر ده. ميدوزا هيد. شافوا لو قالك العسل بتاع الميدوزا ده شكله شكل ايه؟ ميدوزا هيد او جراوند جلاس ابيض. هذا العسل بيغذوا فيروس اسمه جاما فاج. بيغذوا فيروس اسمه جاما فاج. نبدأ بقى كمان نتكلم مع بعض. هذا اللي هي انواع الفيروس اسمها رايس باكتيريو فاج. هنفترض مع بعض عنده جبر خليجي. هذا الشخص اللي هو الفلاحين المنصورة بيطلع المرينة وعرض الأحيان. نفسه يروح مرينة. يطلع الشفاين يومين. يعطى ربنا جاي. فأي واحد من الفلاحين المنصورة عطول بيطلع مرينة وعطول معروف مع طريق فلاحين. وهو طالع الزلق في حمام الزلق حلمان. فنزل في الصحراء وفضى السول. نزل في الصحراء وفضى السول. في بكتيريا مثلا اسمها ارثر جمر خليج. وهنيجي بعدين الارثر بقت بريه في الصحراء. فهنا البكتيريا عدم وجود اكل فتره طويله وحراره عاليه تكون زادت. المفاجاه ان هذه البكتيريا تقدر عايشه في الصحراء بالسنه. تفضل عايشه بالسنه من غير لا اكل ووسط الحراره العاليه. هذه البكتيريا بتحوط الكروموسوم بتاعها بجدار قوي جدا لاحترام الحراره. وبتوقف الاكتيف بتاعتها. وتصبح كاملة. طبعا غير اكتيفتي بتحتاج استهلاك لاي بريشر. وتفضل عايشة في الصحراء 100 سنة. وطبعا طب الاخ ده راح مدينة.
فعلا 10 يومين. اه 10 يومين وبعد بقى قصه 50 سنة وبعدين احفادوا كبروا احفادوا الزكاوية ربنا غفر عليهم ربنا غفر عليهم الحقيقة. راحوا يلعبوا كورة في نفس المكان اللي بيعملوا فيه حاجة وهما هناك واحد منهم اتجرح وقع على هذه البكتيريا. هذه بكتيريا كاملة وبقالها 50 سنة مرمية في الصحراء. الغريبة ان انا كنت جوه وحصل لها كلمة اسمها جيرمينيشن اللي كلمة قادرة شوية معناها عودة للحياة. فعلا جيرمينيشن عودة للحياة. هذه بكتيريا كاملة ترجع للتاني وعودة للحياة وفي الآخر هتقتل ابنه الجيرمينيشن. نفس المرة. تعالى نتكلم مع بعض بقى عن الانتراكت الجبل الخليج. اول كلمه انت معطوها عنه في هذا الكون بينه وبين الطبيعه عن ازاي غير موجود. وقال ان الكون ده بيتجرب على النور ان هو اختراع بطاله اختراع دول كبيره في العالم. الجبل الخليج بيجربوه ومن المناطق المشهوره اللي جرب فيها الجبل الخليج بعض الكره في روسيا. بعض الكره في روسيا اللي هي اقاليم دينيه اتجرب عليها الانتراكت. ايه اللي حصل هناك بقى؟ تعالى نشوف بعض اللي حصل هناك وايه اعراض الالترا. القصه كلها ان الالترا كان اضطراب هناك. اضطراب او كان موجود الله اعلم بس الالترا كان موجود في السوري هناك وسط الاعشاب. هنيجي بعدين الانيمال متعود يروح هناك في الفنفان اللي اخره بتاكل الاعشاب دي. اي انيمال بتاكل اعشاب فيها الترا بتموت. كل اللي تعرفه عليها هي بتموت بس. اي انيمال بقى مكان حجمه جاموسه بقره خروف هياكل اعشاب الالترا الله يرحمه ضار. طب لو كان مثلا العشب ده بعد شهرين البكتيريا بتفضل عايشه 100 سنة في التراب. فكل الانيمال ديت في القريه هذه القريه في روسيا ماتت. هنطلع بعدين نيجي على الهيومن. ايه علاقه الانسان بالانيمال؟ البكتيريا بقى اللي هو خروج الانيمال هذه القريه هو اللي كان عنده ريسك جامد يجيله المرض. ازاي يعني؟ اول حاجه في ناس في الفم ميته ده حرام وبتلبس الخفان بايديها اللي هي اكسبوز من غير كلوز بس الخفان واحد بيتريدها. مجرد ما تلبس الخروف اللي فيه هذا الميكروب يجي لك حاله اسمها كلوزينيا فانتا. وطبعا اللي هو اعرضه يعني لسه اقول لك. وفي ناس قالت لك انا قبل ما نذبح الخروف وقبل ما نذيب ناخد الصوت بتاعه. الصوت بتاعه بيعمله ذكي دايما. الناس في روسيا ما شاء الله ماشيين بصوت او بالكم ماشيين من جواكب صوت. فده اسمه وول يعني سورتر ذكي. وول سورتر جديد. الناس اللي عامله جواكب بالصوت فده شمبان. قال ايه بس مش هيقطع الصوت حط حواليه عن يشم. ربنا ياخده بيشم في انتر. فده اسمه بلمونري انتر. بلمونري انتر. مجرد ان انت تشم صوت خروف في انتراكس ده اسمه بلمونري انتراكس. وفي ناس حالة الخرفان عملت لها بويلنج حط الخروف في ميه تغلي وقعدت تستنى الميه عليه 50 ساعة. لازم تعرف ان اي بكتيريا متحوصله التحوصل بتاعها كان خوف حراره 120 بتعرف والميه طلع لكام؟ حط الخرفان في ميه السخنة وتبني درجة مئوية 50 ساعة. البكتيريا لسه ما ماتتش. كانوا فرسان كانوا هم الانتستاينال انتراكس. يبقى احنا عندنا مع بعض مجرد انك تلمس الميكروب تشم تاكله الله يرحمه. كلوزينيا بلمونري انتستاينال. البلمونري انتراكس اسمه وورست اورتر ديزيز. تبقى ليه؟ طيب ممكن تقول لي الاعراض ايه؟ كلوزينيا انتراكس مكان دخول الميكروب يحصل بسطيول. مكان دخول الميكروب يحصل بسطيول. والعيان بعدها يموت بيومين. انت عارف يموت ازاي؟ جسمه بينزل كل حته في جسمه بتنزل بيموت. بس لو اللي فيه بسطيول بعدها بيموت. فالمتخرجين في هذه القريه في روسيا قال لك الحق جاله السرطان. السرطان عادي. وطبوه غلط مانجمنت بسطيول. قال طب واحنا انا اكثر تخلفا من جينا نقول الالتر بالعربي يعني ايه؟ قلنا مريض المسطول بالعربي جمله خبيثه. ايه بجد الكلمه؟ يعني هذا الميكروب مكان دخوله بيعمل بسطول، هذا البسطول ليس سرطان مش سرطان. كل القصه هم اغبياء في تخلف سرطان. ما
مكان دخول الميكروب يحصل بسيول يحصل بسيول عند ليتن بسيول وقت بدا بقى كده يجرى كبير طبعا ده الجزئيه الاكثر بريجن ايه بسيول مكان دخول الميكروب. طب في البرنودي الالتراكس واحد لما يشم الميكروبيه يحصل له يحصل له التهاب رئوي هيموراجيك يعني زي الكح دم الكح دم الكح دم لحد الكح دم كله يستعيد اسمها هيموراجيك يعني بينزل من الرئه بتاعته بيجي الغدر وراها يتسكر الالتر هيحصل له ايه؟ دايريه ايه مشكلة؟ دايريه دم هيجي له دايريه عباره عن شويه دم ينزل معاه اي مكان اللي كنت بيروحه بيعمل لك تدريب فيه بترامب. انا عايز اسال بعض الاسئله عندنا جوه تحت هو اللي كنت ممكن يخاف ولا يعيش في الصحراء فتره طويله يتسلم تمام. انا عملت بويلنج عملنا بويلنج ما ماتش ليه؟ ما هو ريزيست البويلنج يا جدعان ريزيست البويلنج مفهوم ايه بقى؟ بترامب طب احنا لو بطلنا الاكل ده البطاطا يا جماعه حضرتك قلل البويلنج يعني بترامب امال ازاي هقتل الكود ده؟ لو انا عايز اكل اللحمه دي عيب عليها انا لازم اكل حاجه واحد مصري ده نقدر ياكل عيش. قالك عندنا جهاز اسمه الاوتوكلاف جهاز الاوتوكلاف ده بيولد بخار بيولد ستيم حرارته بعدين 120 درجه مئويه يبقى انت عشان تقتل الكود ده لازم تقتله بخار حرارته بعدين 120 او انك تحرق القلمه كله. طبعا نجيب قلمه ونحرقه اكيد درجه النار عاليه قوي كانت الاكل الكود مفهوم ايه بقى؟ طب تعالى كده بقى الكود ده كان ايه بقى؟ بصوا معايا ايه اللي خلى الكود ده شكل؟ اللي خلى الكود ده فيرنم هو ساب الاسم قال لك اللي خلى الكود ده فيرنم قال لك بيه انه عنده حاجه اسمها الالترا توكسن هذا الميكروب بيطلع الترا توكسن والكتاب ده ايه؟ فعندنا مع بعض اللي بيخلي الميكروب ده خبيث حاجتين اول حاجه بقى عنده تكسر هو بيحط ايه ازاي؟ وقال دي اسرق توكسن وليس ايه معلش واضح انه ليس يبقى لك بي يبقى لك يا ترى الميكروب ده عنده كبسول اول حاجه عرفها ان الكبسول ده بولي للبايب فاكرين هو ده بيخلص اسرق كبير قال دي من الكيس جنرال النهارده بولي للبايب الكبسول فانكشن كان ايه؟ ثاني يبقى اول حاجه بتخلي الميكروب ده خطير انه بيحمي نفسه ويذاكر فيها عن طريق كبسول وعلى ايه طبعا في ياما ميكروبات بتحمي نفسها الكبسول الا كان اللي كنت اكتر واحد هذا الميكروب عنده اكتر توكسين في عالم البكتيريا عايز ارسمهولك هذا الميكروب عنده اكتر توكسين في عالم البكتيريا هذا التوكسين بتاع الميكروب ده مش جزء واحد ولا اثنين ده توكسين عباره عن ثلاث اجزاء ثلاث قوه تجميليه ثلاثيه يبقى التوكسين ده عباره عن ثلاث اجزاء ثلاث اجزاء بتجيب في بعض قوه تجميليه ثلاثيه جزء اسمه بروتكتيف مارك بروتكتيف وجزء اسمه ليسا وجزء اسمه ليسا هذا التوكسن ليس ده قوه تجميليه واحده ولا اثنين ده قوه تجميليه ثلاثيه جزء اسمه بروتكتيف بار اديما بار وليسا بار تمام عايز افهم البروتكتيف بار ده بيعمل ايه تعالى ارسمك المنظر هذا التوكسن بيفرزه الميكروب وبيمشي في كبير الجسم وبيمشي يعني هذا التوكسن بالجزء اللي اسمه ايديما بار فيعمل ايه الكابيلاري يزود البرميابيلتي فيعمل ايديما لا يزود البرميابيلتي يا جماعه لدرجه انه يفرقع الكابيلاري يفرقع الكابيلاري مش بس بيزود البرميابيلتي ده بيفرقع الكابيلاري فعشان كده بقى بيحصل المجهود البسيط الاول بعدين المهم يا جماعه الكود ده بيفرقع الكباري دمك هيطلع من الكباري في جزء دمه اللي بالمبين ده من الكبير فرقعه اسمه الاديما بار طبعا ده فين المناعه؟ فين المناعه؟ فين المناعه؟ فين الماكروفاج؟ الماكروفاج جايه جاريه اهي جايه جري تخلص عن المأساه دي ده التوكسين ده التوكسين الماكروفاج جايه جري جايه جري فرقع هي جري على التوكسن ده في هنا جزء اسمه ليثال بارت شنو؟ الليثال بارت ده بخ بخ يعني ايه؟ يقتل الماكروفاج والبروتكتيف بارت بخ يقتل الماكروفاج انت عامل ازاي؟ يعني الوينج اليمين شغال وعلى الشمال والثاني دي بروتكتر دي سبورت وغطيها لي كويس قوي ده شغال بيفرقع
وده وده بيفرقعوا في الماكروفاج. طالطة والتيشين فين والبيسل فين؟ بروتكت البط ده بيعمل انهيبيشن التيسل والبيسل. طب هو بروتكت بقى اثنين كومبليت بروتكشن اشتغل هدي وفرقع. انا مغطيك واحد انا عامل لك كومبليت بروتكشن. شفت من المنظر الشرفاني ده داخل البني ادم الواحد بيفرقع واثنين يمين وشمال بيغطوا عليه واحد فاهم. هذا التوكسين اللي اتهدم اللي اتهدم بمعنى الكلمه. المصيبه يا جماعه هتعرفوا اسمه هيتخصص مايكرو التوكسين ده العلماء اللي سمح ليهم اللي بيسموا الالتر اللي سمح ليهم لقوا الجين بتاعه على الجين مما يروح اللي هو البطن ده. المهم المهم هنا يبقى عندنا مع بعض تفتكر يا جماعه التوكسين اللي هو ده القوه التدريبيه الثلاثيه مين اكتر واحد فيه؟ البروتكت. البروتكت اتضرب منها عارف ليه؟ اللي هو عمل بروتكشن وقت راح لها وقت الضغط ده دي في دي في اللي انت ده هو بيتها منين؟ من المايكروفاج. الكل البروتكت ده يا جماعه لو اتاح واتحط على اي حته في الدنيا هتنين خلينا في الضغط بيدوك الشيطان وعايز تعمل حاجه في حياتك. الكل البروتكت ده الضغط على اي توكسين هتنين رجلوا بعض زي جوه الارض واحد عنده مجهوده يأثر تعتبر ايه؟ هاف بيوتر انترستايلر دياريه بتعمل بيوكيميس أثر اللي هي بنبدا المحصول دي كل الانجليزي فقط بس او الانجليزي فقط بتعمل وبعد كده اعمل ايه؟ بعد كده الاصابه اللي احنا حاضرينها عشان نبدا منها نبدا الصفحه نبدا الصفحه بتعمل فيه اختبار اسمه اسكولي كده هشكر مين يا رب تاتي من الاخر هشكر مين يا رب من الاخر ده زياده الدياجنوز. هل ده سماع كنترول الالتر؟ بصوا عليه سؤال ولا الكنترول بتاع الالتر انا عايز اسال تاني الاول يا جماعه هو ما الالتر سماع بيجوك عنده قدره انه يعمل بوينت عشان يتطور سنتر وان جوبر كان يسقط على الجو سنتر وان جوبر طيب وبعد كده بقى خلينا مع بعض ولازم يكون بتاعنا حراره البوينت. ايه الحراره اللي انت بتجيبها؟ هل غليان الميه في البيت بيدمره؟ هل الشوربه اللي انت حاططها في الجو باللحمه كافيه لحد كده؟ النقطه اللي وراها الاسكر في الغالبيه بيموت الميه بتموت بيجي لها اسكر يا اما يجي لها بنفسجس اسكر يبقى المولاريا مستفيد. وفي الاخر دي بتودي للموضوع هل اسم رينا المسؤول ده صح؟ لا بس احنا الاولاد طلعنا ليها كلمه ثانيه جبر اللي هو اسم عربي للارتر. طب انا بعمل ايه؟ اسمين عربي. المهم يا جماعه انا مع بعض الكنترول بتاع الارتر ازاي نحن نفسنا الارتر؟ اول حاجه الانيمال وبعد كده الهومن ازاي نحمل الانيمال من الانظر خصوصا الدوله الامريكيه بتفتكر ان عندها 7 مليون كلب كل كلب ليه 3 اطرافه وليه رعايه خاصه بيه وليه كل حاجه بيقول لك اي انيمال ازاي نحمل الانيمال اول حاجه لو في انيمال اتصاب بالانظر تعمل حتى نبدا نتصرف بقيه الانيمال احرقه طيب يبقى اول حاجه ديت انيمال اتحرق اي ديت انيمال اتحرق والاستارت يبقى ديت الحاجه بقى قايله في الالتر في الترابيزه وحرقه حرام يبقى ديت انيمال اتحرق وطبعا طب انا لو قال لي ما تحرقش اشوف الانيمال بتاعك اتحرق اتحط يا جماعه في بتاع الحفره اتحط حفره اترمى زي كان وبعد كده اتغطى بلاين بلاين يعني جه حاجه طبعا ممكن تعمله راح الشاحن يعني انا هجيب حفره طب كان مكان انت عايشه ده الحي انا جير حي وحط ميه لو قطع جير حي ميه انت بتشوي الحاجه اللي تحتيها بتشويها كان في فكره احنا على القصه دي ده شويه اللي بيستنى يجرب جير حي وميه بتلاقي بيشوي اللي تحتيها يبقى اديت انا مالك حلقه بحط فيه غير بس نيجي للنقطه اللي وراها النقطه اللي وراها
جماعة نقطة الوراء تفترض ان احنا جلنا من الصين ثلاثة ضد لحمة فيهم ألسر تخيل ثلاثة ضد لحمة والفريق بألسر هل احنا ممكن نرميهم حرام وحد لا لحمة فأي لحمة هنعملها دي كونتامينيشن نشيل من الألسر تراكم وتعمل زي هنحط لحمة في الأسر تراكم وبخار حرق 121 من الميكروب رات وده لحمة طبعا طبعا يا جماعه كده لو حصل يبقى ليه سبب يعني كده لو حصل يستاهل الشباب يحصلوا اي حاجه النقطه رقم ثلاثه انت بص الكلمه انت بص الكلمه الفاكسين الحالات الاليفه امريكا بدات تظهر في خوف امريكا من الدول الاجنبيه تستخدم الاكثر في الضغط فكل او كل شاب في امريكا بياخد القرارات الاكثر في البلد اللي ياخدها بياخد فاكسين اسمه ليف سكول فاكسين وفاكسين نسبة الواحد موجود في فرنسا سبكتين بس بعيد كلمة كتير بس كلمة كتير بعدنا مع بعض كلمة كتير دي كلمة يتحرق كلمة نبي الطعم دي كلمة كتير اللي احنا عايزينها الله نعطيه وانا بروسي كلمة الفاكسين دي بقى للناس دي مع بعض اي مرة انسان معرف ان يجيله الاسرة تنزل مستطعين وطعم عليه يوم الاكتاب واحد بيتعامل فأيضاً عندها أزرق واحد في معمل فيه أزرق واحد في دولة مؤددة للناس جمهوريين بالأزرق لازم ياخد الفاكسين صار الترعب الفاكسين عبارة عليه بصوا معانا أول فاكسين عندنا اسمه سين 3 فاكسين لا أكيد ماشي أول فاكسين عندنا اسمه معانا سين 3 فاكسين نجيبه طبق الترعب عليه أزرق نورد كافترين يشيلوا منها كبسول يجيبوا أزرق بلد كبسوليتد عشان يبقى أقل في الفيرال شوية فور وتبدأ هذه الأزرق تطلع سكر بتاعها وتاكل ثلاثة السكر دي الأقوى جزء فيه بروتكتور هياخدوا البروتكتور ازاي يدمروه ياخدوه يعملوه ده دي ناتوريشن الأرض راح ده أنا عندي التوكسين عبارة عن ثلاث أجزاء أقوى واحد فيهم بغطي حلو قوي بروتكتور تحته أعمله دي ناتوريشن أحله رجلي صعب وعديد فالناس تجاوز ضده عايز تقول تستعد لهذا التوكسين اللي هي تجاوز ضده عايز تقول بعض الناس بتسأل ليه الفاكسين ده سموه سيل فري فاكسين سهل قوي الاجابه انا ما حاملتكش بالبكتيريا سيل انا حاملتك بتوكسين فالفاكسين هنا خالي من البكتيريا سيل سموه سيل فري فاكسين الفاكسين ده ليه علاقه اللي هو يتخصص ان شاء الله هيعرف ان الفاكسين ده عشان يديك حماية لازم تاخد جرعة كل سنة. الفاكسين لازم تخلي قلبه يجي كبيرة جدا ضد هذا الجزء. فلازم تاخد جرعة كل سنة. يعني انت لو اتكلمت على الجمعة الخميسة هنقول لك ايه ايه اللي شفاه كويس سولوتيب واي في حد يقفلها خد الفاكسين الزلوطة شوية حبيبنا. طبعا الفاكسين مش هيك ربع في التصوير. ايش طبعا الفاكسين ده يبقى فاكسين فاشل. في فاكسين اسمه نيو باسل فاكسين نيو باسل فاكسين ده اللي العلماء الامريكان عملوه خدوا نوبل و 300 مليون دولار عقبال كان بعد احداث 2001 قالوا له اصحى في الزمن انا فاكر يوم الرجل انا فاكر في حاجه اسمها 2001 بس كل الاحكام اللي انت بتنسى بعد 2001 كان امريكا خايفه من حاجه اسمها معلش احكي لك الموضوع ده شارد حاجة اسمها بايو تيروريزم حتى ايه بايو تيروريزم من هذا الهيروريزم وكان مسموع عندنا غلطة وخذناها قلت البايو تيروريزم المهم كانوا هم حاجين من الهيروريزم ان احنا حاجين لواحد يجيب أنصر في البيع عليه وده حصل فانا في امريكا وحصل في الفترة لقوا واحد كان يجيله اضطرابات كده وده في الشرطة امريكا اضطرابات كده وضد أنصر وكانوا فاكرين ان في حد بيعملها طول عمره كان بيعمل الصوت قصة طويلة فالمهم وقتها في كثير علماء اشتغلوا على الفاكسين جد من 14 ساعه بس الفاكسين ده فيه منه يا دوبك مثلا 30 مليون جرعه احتياطي امريكا بس دينا بحيث لو حصل ان حد رمى في عضلك يحاول طعمه في ضهرك ثواني 24 ساعه يبقى دور خلايا هو السؤال ازاي فاكسين يا ازاي كده طول عمر الفاكسين يرشف براحتك يعني اكل ازاي فاكسين ابدا طب ايه اللي بقى يقول لك الفاكسين ده في الاول وخصوصا هو لو عندك بيجي لها 14 ساعة
والتالي يرفع في الهاب الميولوجي. كان زمان مش عارف في الكتاب ازاي نعمل اكتر ازاي في الهواء في التطوير. فالحفله في الدرس الثاني تاريخ الميكانيزم انا عندي حل ده اللي انت بقى بتشرب بيه ده مصر عيال هو اللي بقى بيه ده سهل يا مصر عيال بيه ده سهل يا دلوقتي بقى دي كورتكتف قلب دي كورتكتف فكة البي سيل عندك هتكون ضده ايه؟ قلب ضده ايه؟ دايما اللي بقى بتقول مع بعض البي سيل هتطلع القلب ضده اللي انا عايزه بس الكبير ولا ايه؟ عشان كده تقعد مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. طب هذا اللي انت بتقول البي سيل من جوه ايه؟ من اي وبعدين؟ احنا ناخد الجين ده جين بلاك بيطلع القلب ضده بتاع الكورتكتف فكة ده عبارة عن جيل خزان البي سيل يطلع العلف كوبي بتاع الجوسيكت البار هناخد الجين ده نحطه في فيروس نطبق بذلك اسمه الادينو فيروس. يبقى انا هنا خدت الجين بتاع العلف كوبي حطيته في فيروس اسمه الادينو فيروس نطبق بذلك. ليه اخترنا الادينو فيروس؟ هو ليه اختاروه؟ قال لك الادينو فيروس ده اكثر فيروس بيعمل الكوبي ترانسميشن يعني في يوم واحد ممكن يعمل جوه جسم مليون نسمه. طبعا انا ادخل جوايا فيروس ويبقى قاتل مليون هو ايه المشكله ده نظبط كلنا؟ طب هستفيد ايه؟ هستفيد ان الفيروس ده بيكسر معاه الجين ده طب بعدين والجين ده هيطلع الادويه يبقى عندك ادويه برقم رهيب جدا خلال 24 ساعه. اه عشان كده ابوك كتير بدري هو مش هينشط مناعتك لو اوريدي الفيروس فيه جين طلع ادويه من غير مناعتك مش هتشتغل. انت بتعمل صح؟ انت بتاخد المصوره ولا ايه؟ اه كده بتاخد عدوي بس على شكل الجيم بتاعها جوه الفايروس. نيجي نطور اللي وراها اكتر بسيطه شويه. كده لو قال لك ايه الفاكسين ينفع في الفايروس اللي ريد ويكتب الكوستم هو ده اسمه جيوبك الفاكسين. اه تريكو ده كويس ده اللي هو الشكل العضلات هو بص يا باشا الكلام واضح اللي هيجيله بروتينس اكتر 35% هيموت 35% يعني الجلوبال بولاري اكثر من 100% لكن في 5% ان شاء الله هنموت. تيجي على البطيله الصغيره واحده تبع الجول دي هي البطيله الصغيره تبع مشهوره انها بتعمل دور عند الجول بويزنج السبب بتاعها يعني في نوع من الجول بويزنج اسمه بطيله الجول بويزنج السبب اسم هذه البكتيريا بطلة فود بويزن وبعدين في بيت الأمراض. بص يا بيه مش فيه في ريس انفكشن فيه ريس انفكشن فيه بس عمال احنا بنعمل تعرف تقول ايه ايوه ده ايه انا بس بتلخبط اللي عندي في ايه واحدة اي انفكشن والثانية ايه هي ريبولا والار سكوير ابدو واليو التريتر في الاندوكارديوم والقلب المجاعة والاس فاكر الكلام تتفكر يعني الرز عادي ممكن نفس البوردنج دي لكن لا ما تستحقش بس عادي الرز انا راح
ليه فعلا الرول بيحصل بومبينج على النقطه اللي حصل ده دلوقتي؟ تعالى تقول لي نوع التوكسين اللي بيطلع على الرول. نوع التوكسين اللي بيطلع على الرول هيت ستيبل. يعني ايه هيت ستيبل؟ ركز معايا. معنى كده ان الرول في بعض البريشر، ركز معايا، الرول وخدتها اللحمه الاليمنت اللي فيه العناصر اللي فيه بتساعد ان يكون طبعا التوكسين هيت ستيبل. هذا التوكسين لما تجيب الرز وتسخنه هل التوكسين هيحصل له حاجه؟ لا. فاول ما تاكل الرز دوت اللي فيه توكسين يقشر الاستومك يعمل ايه؟ مش عارف. تاني التوكسين ده ليه ايه؟ ستيبل. فهل تسخين الرز دمر التوكسين؟ الاجابه لا. تسخين الرز ما دمرش التوكسين. فالتوكسين ينزل مع الرز على الاستومك يعمل اروتيشن في الاستومك. فهذا بسرعه بقى في الاستومك. فاهمين؟ اما في اللحمه التوكسين هيت لافاي. لما اقول لك في اللحمه التوكسين هيت لافاي، طبعا اول سؤال ليه التوكسين هيت لافاي؟ فنوع تاني من التوكسين. طب ليه؟ اللحمه الاليمنت اللي فيها ما تخليش الجول طبعا توكسين وايت ستيت. طبعا نوع اخر هيت لافاي. طبعا معنى كده ان اللحمه لما تسخن التوكسين هيبوظ. برافو عليك. يبقى انا هاكل لحمه التوكسين فيها بايظ مش شغال، هل هيأثر في السمك؟ لا. بس اللحمه يبقى اللي يكون لسه عايش فيه. الميكروب سبورنج لسه عايش. الميكروب لسه سبورنج. فعلى الوصل الانتستين فيها ست ساعات ياخد توصيله ويطلع توس اليوم. فيأثر في الانتستين، في الريتيشن، في اكثر من ذلك. اللي عندي فهمها اهلا وسهلا ازاي فهمها مش مشكله. النقطه اللي ورايا هنا العلاقه عليها البريفنشن. دلوقتي بصيله سبيرت ده عباره عن اكل عليه بكتيريا ملوثه. ازاي الاكل كان على البكتيريا ملوثه مش قريبه؟ حضرتك بتلاقيها اكل ملوث ممكن تبقى مره ب 4 سنين. اعملوا كل زي ما لاقيه اكل ده. تاكلوا اي اكل في الكون. كونتامينيشن افويد يعني ايه؟ زي ما تحط قدامك ان الجبال والحشرات بتنزل ايه بتدور على الاكل. تحط ورقه بلون مواصيل الاكل يعني انت قاعد تفرق بحصه كلهم بلون يغطوا اكل كمان. ما تفرقش كلام جنب الطبق. من بعض الناس يقف الكلام على الطبق او تعمل الشيكه ويرجع يقول لك بهارات ولا حطاها. حاجه على جزء من الحشرات. ثالث حاجه والنبي ده ما عملت له عملت في حياتي ده النقطه دي كويس. اشهر حاجه اتكلمت عليها. العالم اللي هم دي جايه من فين؟ ليه دول هادي؟ اخر حاجه لو كنت في الاكل مع الغيره وواحد يبدا يحصل له اعراض الحق نفسك وروح حاجه بسرعه. وابتديت الاعراض. خلاص عليها وكل مره جايه. انا اتعرف ايه اللي ممكن يحصل. الأخيرة أكيد غلط عشان هي دي الكبسول مع إن اللي قبلها أنا شايفها صح. أنا شايف سي لأنه بروتكت. استنى بس لو تنفع يبقى الجملة دي لها حل. إيه؟ أفضل طبعا إن شاء الله كده أنا كنت واخدها فيها بس لو تنفع يبقى دي لها حل. يبقى دي كلمة أول صح. وطبعا أنت عارف إن دي الكبسول ما فيهاش كلام يعني. I'm going to go to the next one.
سؤال ده مثال بول ايه اللي جايبه لي يلا بدون انت ممتازه ده عامل ممتاز ايه بس مش كل حاجه لازم تتكلم طيب طب ده اهم حاجه في الورقه اللي مكتوب عليها ايه لا انت عامل احمد كبير
يا ابني ما هي بي متبدلة بي ده ما فيش اللي بي واحد عايزك تفتكر معايا البكتيريا اللي هي بتنشر في الانسان اسمها ميزوفيلم. طبعا في منها حاجات هي جايه ان شاء الله في موضوع تاني اللي هو موضوع الكورونا البكتيريا في الثانيه جايه في الثانيه بس انت عندنا دلوقتي يا راجل اصبر في البلاد بتاع القران والجن هو ايه؟ الاولى اخيرا اي اسد غريب اي اسد اصلا بتحاول اي اسد اصلا